هجوم عسكري شنته قوات من الأمن والجيش السوري استهدف قرية أبل مسقط رأس المقدم المنشق حسين هرموش في محافظة إدلب الخميس الماضي بحسب ناشطين سوريين. بيان من الضباط الأحرار ذكر أنه تم اقتحام البلدة وقصف منازل أقارب هرموش، ما أسفر عن إصابة شقيقه وابن عمه، كما قتل عدد من عناصر الضباط الأحرار ممن كانوا موجودين في منزل شقيقه. كان انشقاق المقدم حسين هرموش هو الأول في الجيش السوري، فلفت الأنظار إليه قبل أن يختفي أخيرا في ظروف غامضة. هرموش أعلن انشقاقه عن الجيش السوري في مدينة جسر الشغور في يونيو الماضي بسبب ما سماه العنف المفرط المستخدم من قبل قوات الجيش ضد المتظاهرين، حيث أصبح هرموش الناطق باسم حركة الضباط الأحرار التي تضم ضباطا وجنودا رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين السلميين وتبنوا عمليات ضد قوات الأمن السورية. على المقدم حسين هرموش من ملاك الفرقة 11 قيادة الفرقة. أعلن انشقاقي عن الجيش وانضمامي إلى صفوف شباب سوريا مع عدد من عناصر الجيش العربي السوري الحر. انتقل هرموش إلى تركيا بعد معارك جسر الشغور، حيث أقام في أحد مخيمات اللاجئين حتى اختفائه بشكل غامض في 29 من أغسطس. وبحسب بيان الضباط الأحرار، فإن ضابط أمن تركيا كان آخر من التقى هرموش، وهو ما أكده شقيقه إبراهيم. ووجه الضباط الأحرار نداء لأردوغان بشأن اختفائه، ويعتقد الضباط أن القيادة العليا التركية لا تدري بما جرى. نداء صادر عن حركة الضباط الأحرار، نداء إلى سيادة رئيس وزراء الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. مصادر سورية ذكرت لاحقا أنه ألقي القبض على هرموش مع مجموعة تضم 13 ضابطا وعنصرا في عملية نوعية